أهلا بكم من الحدث المصري، ولننطلق في هذه الساعة الثانية من الحدث المصري لقراءة حدث قد تم بالفعل، يعني نريد أن نقرأ تداعيات هذا الحدث. هذا الحدث جاء في تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من حروب الجيل الرابع، وتحديدا بعد أن ذكر أسماء لكيانات صحفية بعينها. كيف جاء الأثر بعد نقول 3-4 أيام من هذا التحذير ومن ذكر أسماء لمؤسسات صحفية بعينها؟ معلومات مثلا عن إنه موقع العربي الجديد، واحد من الأسماء اللي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروع قناة مصر الآن، معلومات بتقول إن هم بيتصدروا مؤشر البحث في جوجل، كل الناس جريت عشان تتعرف على هذه المواقع. أيضا في بعض العاملين في مشروع هذه القناة مصر الآن بيقولوا إن هم استقبلوا أعداد كبيرة جدا من راغب العمل والتوظيف من كثير من الإعلاميين العرب. وهنا أسئلة باتت محيرة بشكل أو بآخر، وبالتالي لا نملك إلا أن نطلق السؤال وننتظر الإجابات من الأساتذة المتخصصين. هل ذكر أسماء بعينها لوسائل إعلام بعينها أفادت الغرض من أجل ذكره أم أضرت؟ يعني هل فعلا الرئيس أراد حرق المسألة في من بدايتها، أراد تشكيل جبهة رفض لهذه المؤسسات فدونها، فتحقق الغرض الآخر في العيون كلها أصبحت مسلطة على هذه الوسائل، وحققت وسائل الإعلام الوليدة اللي لسه ما طلعتش أصلا شهرة عالمية كبيرة، كما قال لي شخصيا أحد الذين يعملون هناك في لندن، قال والله إن يذكرنا أكبر رئيس دولة بالاسم فده يعني حاجة كبيرة جدا بالنسبة لنا. ثانيا في نقطة أخرى، وهي مسألة الولاء بالحب اللي احنا شفناها في الداخل المصري، رؤساء التحرير اللي كانوا حاضرين هذا اللقاء مع سيادة الرئيس، وهو مسألة كيف تعاملوا مع الرسالة. هل بالغوا فهولوا فخوفوا بدلا من أن يتم توعية الأمر بشكل أو بآخر؟ هل بالغوا فهولوا فخلقوا تعاطف مع هذه الأشياء؟ وهنا الخلل، مسألة الإعلام مسألة صعبة جدا، لا يمكن أن تتم بالصدفة، أن تخلق أو تصنع رسالة إعلامية عليك أن تبذل مجهود واستشارات خطيرة جدا، لا يأتي الأمر كده بالقلب الأبيض والصدفة والطيبة واللي على قلبي وعلى لساني، ده موضوع تاني خالص، يعملوه تاني في حتة تانية غير الإعلام. عاوز تعمل إعلام روح للمتخصصين، ساعتها يكون هناك وعي بالرسالة التي تريد أن تطرحها بشكل أو بآخر. ربما هناك كتب اتعملت كتيرة جدا في من يدفع للزمار والحرب الثقافية الباردة، وكتب كتيرة جدا تحدثت عن أن الذين أداروا الحرب الباردة وأيضا الذين أداروا حروب كثيرة جدا كشفنا عنهم وعن مصادرهم بعد 40 و50 و60 سنة وكانت مخفية تماما. فلا، هل تم الأمر كده على الطاولة كله مفيش حاجة تحت الطاولة، أضر ولا أفاد؟